نحن هنا واقفون في وقفة أطلقنا عليها وقفة الغضب لنبين غضبنا على مخرجات الحوار التي دار بين ممثلي أبنائنا في كلية الطب على الصعيد الوطني وبين ممثلي الحكومة. هذا الحوار الذي نرى أنه لم يجري في ظروف صحية ونندد بمخرجاته. ونعطيكم أمثلة قليلة عن هذا. طلبة الصيدلة نبدأ بهم، خلال هذا الحوار توصلوا إلى اتفاق مع ممثلي الحكومة وتم التصويت على هذا الاتفاق من طرف الطلبة بنسبة تتجاوز 95%. فالمفروض أن هؤلاء الطلبة يجتازون امتحاناتهم الآن ويكونوا في مدرجاتهم، ولكن ماذا وقع؟ ما الذي منع هؤلاء الطلبة بالتحاق بكلياتهم؟ الذي منعهم أن رغم الوصول إلى اتفاق أن المسؤولين الحكوميين رفضوا التوقيع على هذا على وثيقة الاتفاق. فلا نفهم لماذا. فالوثائق شيء يبقى للأجيال القادمة. الطلبة ليسوا خالدين في كلية الطب والصيدلة، والوزراء والمسؤولون ليسوا خالدين في مناصبهم، الأشخاص تتغير والوثائق تبقى. فلا نفهم هذا. بالنسبة لكلية الطب نريد أن نشير وننور الرأي العام الذي تمت مجموعة من المغالطات تمريرها في حقه، أن هؤلاء الطلبة يرفضون التدريس في انتقال من تدريس من 7 سنوات إلى 6 سنوات. هذه مغالطة، والصحيح أن هؤلاء الطلبة يرفضون تقليص سنوات وساعات تكوينهم، ليس سنوات بل ساعات تكوينهم. هؤلاء الطلبة كانوا يتلقون تكوينهم الطبي فيما يناهز 4500 ساعة، والوزارة بعد الإصلاح تعتزم أن تمر من هذا الرقم من 4500 ساعة إلى 4900 ساعة بالنسبة للطلبة الذين سيلتحقون بكلية الطب والصيدلة السنة القادمة. ولكن هناك إجحاف في حق الطلبة الذين يتابعون دراستهم في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والرابعة والخامسة، الذين لا نعرف لماذا الوزارة تصر على أن يتلقوا تكوينهم في 3900 ساعة. لا نعرف لماذا. ونندد بهذا الظلم الذي لحقهم، رغم أنهم ناضلوا. أظن أن مسؤولين انتبهوا أن هناك خطأ وقاموا بتصويبه، ولكن بالنسبة للطلبة الذين سيلتحقون بكلية الطب السنة المقبلة. ولكن 5 أفواج من طلبة كلية الطب ما يناهز 20,000 طالب سيكون ضحية التسرع في إنزال قانون إصلاح التعليم في كلية الطب والصيدلة الذي لم يواكب تنزيل دفتر الضوابط البيداغوجية الذي هو ضروري، والذي هو من اختصاص أظن على الأقل إن لم يكن من اختصاص الأساتذة مدعوون لإدلاء برأيهم في هذا الدفتر، ولكن حسب البيان الذي أصدره الأساتذة لم يكن إشراكهم في هذا الإصلاح الذي يتعلق بهذه 5 سنوات. وأنا كمواطن عادي لا أفهم هذا الوقت المدرسي الذي دام أكثر من اللازم. وأطلب شخصيا من السيدة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات أن ترسل قضاتها ليبحثوا وأن تسلط أن تنور الرأي العام عن ماذا جرى. اليوم جينا وقفنا هنايا باش كنعبروا على الغضب ديالنا على تعطل الحوار مع الطلبة وعدم الاستجابة للمطالب ديالهم. كل شيء عارف المطالب ديال الطلبة، المشكل على المدة التكوين، على جودة التكوين إلى آخره. ولكن أنا اللي كان بغي نشير ليه هو أنه هذه قضية وطنية قبل ما تكون قضية ديال الطلبة بوحدهم. هادو 25,000 طالب، ولكن كاين 40 مليون مغربي اللي هاد 25,000 غادي يداويوهم. دونك هاد الناس هادو، هاد 40 مليون ديال الناس أرواحهم غالية على صاحب الجلالة نصره الله، وغالية علينا حتى حنايا، وبغيناهم باش يستافدوا من تطبيب في المستوى، ماشي ديكوباي. اسمحوا لي ما عرفتش كيفاش كتقال بالعربية، ماشي غادي نطلقوا هادوك الدراري في مدة قصيرة ديال التكوين ونطلقوهم على الناس نقول لهم سيروا تدربوا فيهم. نو، غير محرم، حرام وحشومة. إذا بالنسبة لنا احنا حضرنا هنايا بالرباط لوقفة الآباء والأولياء من أجل مساندة الأبناء الأطباء ديال المستقبل. فلا يعقل أن هذه المقاطعات المتتالية لمدة 7 أشهر نبقى مكتوف الأيدي. فخصنا أولا وقبل كل شيء نبحث على الحل المرضي ديال
كل الاطراف، سواء الاطراف الحكوميه او الاطراف ديال الطلبه. فخصنا اول وقبل كل شيء هو الانصات لمشاكل هؤلاء الطلبه بكليه الطب. راهم ناس واعيين، ناس تبارك الله راهم راكموا بين العلم ما يكفيه. ما نبقاوش نحاولوا ما امكن اننا ما نتسنطولهمش، لانهم داكشي اللي كيحسوا به تيقولوا لينا، وهذا شيء جميل. لان بالنسبه لنا الابناء متضررين وكيطالبوا بتكوين مهم وبتأطير جيد، هذا من حقهم. نحن في القرن 21 والسنه 24 منها، وبالتالي ما يمكن ليناش حنا نتغاضوا على الطرف على هذا المشكل ولا هذه المعضله التي طال امدها منذ 2019. وكليه وطلبه الطب يعني يعانون من تقهقر في التكوين، وبالتالي فمساندتهم واجب على كل اب وام. علاش؟ لانهم عانينا معهم سابقا قبل ما يوصلوا لهذا المستوى. دابا ملي يوصلوا لهذا المستوى ما يمكنناش نسمعوا في وليداتنا، فوليداتنا هما وجهنا، هو هذا الوطن. فالصحه في غياب تكوين جيد فالصحه في الوطن سوف تعاني. وبالتالي نتمنى ان يفهموا يعني الدرس من هذه الوقفات ديال هاد الطلبه هذه، ويحاولوا يجلسوا معهم طاوله الحوار ويديروا معهم محضر بتوقيع جميع الاطراف المتحاوره من اجل حل جذري، ومن اجل يعني هاد الطلبه باش يكونوا في مستوى جيد من التكوين، وسواء 6 ولا 7 الاشكال ماشي تما، الاشكال في التكوين والاشكال في كيفيه التعامل معهم. لان الكليات العموميه اصبحت تتقهقر منذ مده. فنرجو لمن يهمهم الامر ان يقفوا يعني بجانب هؤلاء الابرياء طلبه الطب من اجل انصافهم ومن اجل انصات الى مشاكلهم. كاين المشكل ديال يعني التداريب، ما يمكنش كتصيفطو يدير تداريب في بلاصه بعيده وعطيه واحد الكلفه هزيله جدا، حشومه كاع تقال. ان الطالب كيمشي يدوز مثلا السطاج ديالو على بعد مثلا مسافه ديال 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر، تعطيه في المعدل 20 درهم في النهار بالنسبه للتدريب، راه ماشي معقوله. خصي المنحه يعني تغير، والمصاريف راه تبارك الله المصاريف ولات قويه، وهذا الثقل ما يبقاش على الاباء بالذات. ونتمنى التوفيق للجميع. حنا كما شفتوا ضيوف هذه الوقفه هذه اللي نظموها الاباء، واللي جات دفاعا عن المطالب والسخط ديال هاد الاباء، لانه كانوا كيتوقعوا حل لهذه الازمه هذه بالتدخل الحكومي. مالوغوزمون ما تفكتش الازمه نظرا لاسباب عديده، ابرزها هي انه الطلبه مازال كيسولوا كيفاش كاين واحد الهيكله جديده اللي بلوز افونتاجيو علينا، اللي غيستافدوا منها لي باشوليي ديال 4800 ساعه ديال التكوين. هاد 4800 ساعه اللي حنايا ما غنستافدوش منها، حنا غنستافدوا من الهيكله ديال 3900 ساعه. الطلبه عندهم سؤال واضح كيقول لك كيفاش غادي نعوضوا هاد 1000 ساعه دون اللجوء الى سنه سابعه جديده. و لو فيت كو انه غيخرج واحد دفتر ضوابط بيداغوجيه سنه 2024، اذا حنايا في واحد المرحله انتقاليه، ولا هاد الدفعات هادو الخمسه في مرحله انتقاليه، خمسة دفعات مرحلة انتقالية بغيفورم خرجت بقرار في 2022 غيتحيد في 2024. دونك حنايا كنتسائلوا كيفاش حنايا غادي نكملوا التكوين ديالنا دون اللجوء إلى سنة سابعة. عندنا اون غيفورم اللي ستابل، عندنا هيكلة زعما واضحة، عطاتنا عمادة، عطاتنا أساتذة، عطاتنا أطباء في المستوى اللي يليقوا بالمواطن المغربي، فيها 4500 ساعة من التكوين. علاش ما نرجعوش ليها؟ ريتما انه يكون توافق على هذه الهيكله الجديده اللي فيها 4800 ساعه، اللي توافق بين الاساتذه والوزاره ووزاره الصحه، والطلبه هادو اللي جايين ديال الموسم البكالوريا يستافدوا من واحد التكوين اللي هو جديد، اللي هو زوين، اللي هو اصلاح شامل. حنايا كطلبه حاليا في كليه الطب استهلكنا البرنامج القديم، دونك ما يمكنش اننا نديروا واحد لا ترانزيسيون ولا واحد انتقال لهيكله اخرى. وشكرا. جينا اليوم نشاركوا في واحد النضال اللي بداوه وليداتنا هذه 7 شهور، وحنايا كآباء وأم